وما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم آمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور متولي البراجيلي، أهلا ومرحبا يا دكتور. أهلا بك صح، ربنا يبارك فيك، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. ولك بالمثل والسلام. اللهم آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن الدكتور متولي البراجيلي من الإجابة عليها أثناء لقاء بإذن الله تعالى. وما زال الرد على الطاعنين على حجية السنة مستمرا شيخ الكريم. تحدثنا في اللقاءات الماضية عن بعض الشبه، وأنهم قالوا إن السنة قد سجلت أو دونت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمائة عام تقريبا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كتابة الحديث عند نزول الوحي. واليوم نواصل هذه الشبهة شيخ الكريم، ويقولون إنهم لم يهتموا، أي أهل الحديث، إلا بالسند ولم يهتموا بالمتن، وجعل هؤلاء الطاعنون العقل هو الأساس في نقد الحديث من خلال المتن فقط. فكيف نرد على هذه الشبهة شيخ الكريم الدكتور متولي البراجيلي، متعكم الله بالصحة والعافية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهل. نعم، نحن في اللقاء السابق وفي ما قبله تكلمنا عن الذين طعنوا في حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا انها لم تكتب الا بعد 100 سنة، مما عرضها مع حسن النية للنسيان ومع سوء النية للتعمد الكذب. ورددنا على هذه الشبهة وبينا أن كتابة الحديث بدأت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت اتجاها عاما عند الصحابة، وأن بعد عصر الكتابة الذي انتهى بوفاة عصر الخلافة بدأ عصر التدوين، ثم حلقة ثالثة عصر التصنيف، فحلقة سلمت حلقة سلمت حلقة. وهذا الكلام ليس من عندياتنا، إنما هذا الكلام له أدلة قائمة، ونحن ذكرنا طرفا من هذه الأدلة في اللقاءات السابقة. إذن أول اعتراض من المستشرقين، والحقيقة أن المستشرقين تلقفوا هذا الكلام من أعداء السنة الذين هم من القرن الثاني، يعني من قبل حتى الإمام الشافعي، فهؤلاء تلقفوا وأخذوا من بعض مصادرنا إذا كان تاريخ الطبري وغيره، أخذوا وغضوا النظر تماما عن الذي ذكره الطبري في بداية تاريخه، أنه يذكر الروايات بأسانيدها، وعلى الناظر أن ينظر إلى الأسانيد قبل النقل، قبل النقل عنه. لكن الجميع الذين ينقلون عن الطبري لا ينظرون إلى ما ذكره الطبري في كتابه التاريخ، وأنت حضرتك تعلم أنه هو العمدة في كل من كتب في التاريخ، كما هو العمدة في كل من كتب في التفسير، في يأخذ منه. اتصال ولا حاجة؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذ حجاج. السلام عليكم أستاذ أحمد. أهلا ومرحبا يا أستاذ حجاج، تفضل. أنا حضرتك لما سألت السؤال في المرة اللي فاتت مع فضيلة الشيخ شعبان درويش ما سمعتش الإجابة والبرنامج انقطع، كنت بقول لحضرتك إن في المخبز عندنا بائع الخبز
ما يعطيش يعني ما يديش وزن الرغيف حقه بعد الفجر. بعد الفجر، ايوه حضرتك صح كده. طب ما الشيخ رد عليك وقال لك بس يمكن حصل حاجه في الصوره تقريبا، قال لك ما تشتريش بعد الفجر، اشتري بعد الظهر. شيخنا يجيبك، حاضر. نعم شيخنا الكريم، نواصل كلامنا حول هذه شبهة وحول حجية السنة شيخي كريم. نعم نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالحلقات الاتصال في تدوين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع تقريرنا قبل ذلك أن العرب أمة حافظة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أمة أمي عليه الصلاة والسلام، يعني الغالب علينا الأمي، وهم يعتمدون على ملكة الحفظ. ورأينا أن أسواقا كانت تعقد من أجل الشعر ومن أجل النسر، والعربي يحفظ من مرة واحدة، فكيف إذا كان حفظه مع هذه الملكة الفطرية يضاف إليها الثواب والأجر، وأنه يتعبد ربه سبحانه وتعالى بهذا الحفظ. الأساس عندنا في حفظ كتاب الله وفي حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد على الصدور، وإنما الكتابة هذه من المؤكدات أو من العوامل المساعدة في حفظ الكتاب وفي حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نضدنا على هذه الشبه. هم لهم شبهات أخرى. من هذه الشبهات أنهم قالوا إن مدرسة الحديث أو مدرسة علماء الحديث على مدى تاريخ الإسلام مدرسة لم تهتم بالمتن على الإطلاق، وإنما تهتم بالسند فقط. هم كحاملي حطب، كما كان الشيخ مثلا الألباني يتهم من الفقهاء، يقول لك ده شايل أحاديث وخلاص. ما فهذه التهمة موجودة وبثها أعداء الإسلام، فاتهموا علماء الحديث أنهم عندهم ينظرون الأسانيد بصرف النظر عن المتن، ولا ينظرون إلى المتن على الإطلاق. نعم، جزاك الله خير شيخنا الكريم أمة الله. طبعا هذه شبهة مردود عليها شيخي الكريم، ولكن بعد هذا الاتصال. أخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي. جزاكم الله عنا خير الجزاء. وإياك، الله يرضى عنك، تفضلي. لي ثلاثة أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، ما السبيل لتقويم سلوك الأبناء إذا علم أهليهم أنهم قد علقت قلوبهم بالجنس الآخر؟ فمثلا هناك فتاة تكون مثلا ليس لها أب وأمها قد احتارت معها فيما تفعل معها، تكلم شباب وتهاتفهم، وعندما تقول لها أمها عن أن هذا حرام ولا يجوز تقول لها سوف أفعل في نفسي وأنتحر، وهي لا تملك قدرة على السيطرة عليها، فهل تأثم الأم إن علمت أن ابنتها تفعل ذلك وليس بيدها حيلة؟ السؤال الثاني، إذا كان هناك مرض جلدي لا يعالج إلا بالكي، فهل هناك اسم على من يكتوى يعني؟ السؤال الثالث، هل ورد حديث قتل القطة والكلب الأسود؟ حاضر. الكي يعالج بالكي؟ أيوة نعم سمعت. حاضر. فأمان الله. وصل السؤال الثالث فأمان الله يا أمان الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا عن علماء الحديث وأهل الحديث إنهم كجامع حطب بليل. نعم شيخنا الكريم، وهذه شبهة مردود عليها. نعم، ينظرون إلى الأسانيد ولا ينظرون إلى المتن على الإطلاق، وهذا الكلام عار عن الصحة ويقوم على غير دليل. نعم الحديث ينقسم إلى سند ومتن، فنحن أمة الإسناد. نعم، وهذا من مفاخرنا، حتى أن بعض المستشرقين ذكروا أن علماء الحديث علماء الجرح والتعديل نظروا في تراجم نصف راو لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، نصف مليون معذرة، نصف مليون راو لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لم يحدث على مدى تاريخ البشر. علماء الجرح والتعديل ترجموا لما يقرب من نصف مليون رجل وراو للحديث وللآثار، وده كلام المستشرقين، كلام مستشرقين، وده جهد كبير وجبار، جهد جبار. نعم، جهد جبار. فهم يريدون الطعن في الإسناد فيروجون هذه البضاعة، أنتوا أمة إسناد فقط، لأنه لا تملك أمة من الأمم هذا الإسناد ولا الحلقات المتصلة التي تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فبماذا يطعنون؟
يقول لك انتوا لن تنظروا الى المتن، والنقد العلمي هو الذي ينظر الى المتن. طب كيف ننظر الى المتن؟ قال تنظروا للمتن نظرة عقلية، بمعنى انه انظر بعقلك وبالاعراف وبالذوق الى هذا الكلام، هل قاله رسول الله ام لم يقله رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المدرسة ما زالت تغزونا في بيوتنا الى الان، انه اعتماد على العقل في نقد النص. يبقى هذه البضاعة، قد يظن البعض الذين يستمعون إلى هؤلاء أن هذه بضاعة جديدة، هذه بضاعة قديمة جدا، لكن هو يثيرون هذه البضاعة القديمة على أنها من عندياتهم وليست من عندياتهم، لأن المدرسة العقلية يريدون أن يأخذوا الأحاديث بعقولهم، بعقولهم. سواء كان هناك رضا منهم أو رفض. ولكن بعد هذا الاتصال نواصل شيخي الكريم. الأستاذة منى، السلام عليكم. طب عاودي الاتصال، بارك الله فيكم. نعم شيخنا الكريم، نواصل، بارك الله فيكم. نعم، فقالوا انه في انه المدرسه بقى العقلانيه التي للاسف انتقلت لبعض المستغربين، من اذا كنا بنسمي هؤلاء مستشرقين فهؤلاء المستغربين الذين ياخذون افكارهم ومنطلقاتهم من المستشرقين. فجولدت سيهر، ده مستشرق يهودي، وشخت مستشرق يهودي، هو أول من تكلم أو نقل هذا عن الأقدمين أصحاب البدع، وكتبه في كتابات محمدية أو دراسات محمدية، وطعن على المسلمين أنهم لا يهتمون بالنقد ويوقفون عقولهم تماما وينظرون إلى السند. أبي الله عليك، أليس هذا هو ما يروج على الناس الآن؟ بل هو صح. لك إيه الحديث يعني في البخاري ومسلم؟ أرضى على عقلك، هل ده يناسب أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهو إذن عقلك أنت يرفض وعقلي أنا يوافق، أنت ترفض بعقلك وأنا أوافق بعقلي، وهذا يرفض وهذا يتوقف، فما الفيصل بيننا؟ إيه الفيصل بقى؟ لو أننا أدخلنا عقولنا هكذا، أولا شوف الحضرتك قلنا نصف مليون راوي، أولا كل ما بذله علماء الحديث على مدى قرون ضيعنا كل هذا ولجأنا إلى أن أمسك كده الحديث ده فين ده؟ ما يهمنيش، ما تقوليش في البخاري ولا في مسلم، ما يهمنيش الكلام ده عندك أنت. نعم الحديث ده فيه إيه؟ النبي يقول الكلام ده عليه الصلاة والسلام، رده. طب هذا علم؟ ده علم؟ ده هيبقى هوى. ناس الله العفو والعافية، صحيح. إنما ده مطية المستسهل. أسهل حاجة أنك أنت جايب لي كتاب وأنا بالعقل كده، ما ينفعش. ينفع ما ينفعش، لكن علشان يتعلم قواعد المحدثين، تعلم نقد المرويات، فده ينفق عمره في هذا. نعم شيخي الكريم، أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيدنا الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ربنا يبارك لك. لو سمحت، أنا عندي ابني على طول قاعد على النت 24 ساعة يا شيخ، وبقعد أدعي له وأقول له صلي، ما بيصليش، يعني يذاكر ساعتين طول حياته كده على النت يا شيخ ولا بيصلي. فأنا كنت عايزة حضرتك الشيخ بس يوجه له رسالة وبيسمعه دلوقتي، إن هو عشان يصلي وكده، ويقول لي دعاء أقوله إن هو ربنا يهديه لي. يا رب يا رب يهديه وأبناء المسلمين وأبناء وبنات المسلمين. الله يبارك لك يا أستاذ أحمد. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا الكلام شيخي يطول شرحه، خطير وخطير هذا الكلام، لانه هو مش بيتكلم على ماضي، ده على جديد قديم او قديم جديد، نسال الله العافيه. كل فتره يخرج علينا اناس يجددون هذا الكلام وينسبونه الى انفسهم كانهم هم المجددون وانهم اتوا بالجديد، ولكنه مردود عليه وجزاكم الله خيرا. نواصل ان شاء الله في اللقاء القادم مع فضيلتكم. اخونا الاستاذ حجاج بعد صلاة الفجر يذهب إلى أحد المخابز، يجد أن الرغيف أقل من وزنه بكثير، فماذا يصنع معذرة؟ وهل هذا يدخل تحت الغش التجاري شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالطبع احنا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من غشنا فليس من، فالوزر لا شك أنه يقع على صانع الخبز. طب أنا كمشتري هل لا يقع علي وزر؟ إن كنت مضطرا لشراء الخبز، مضطر، ما في الحاجة لا يقع عليه وزر، لكن إن كان عندي سعة أستطيع أن أشتري في وقت آخر، فأنا لا أتعاون معهم على الإسم والعدوان، عملا بقوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسم والعدوان. سبحانه وتعالى. نعم شيخنا الكريم،
لان ده يدخل في الغش التجاري. نعم. طب هل له ان يشتكي او يشكو هؤلاء اصحاب المخابز ولا يترك الامر لله عز وجل؟ ولكن لا بعد هذا الاتصال. ماشي استاذ عبد العظيم، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضل. اهلا، ازيك استاذ احمد؟ اهلا ومرحبا، الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك فيك. وفيك بارك الله رب العالمين. اطلال البراجيل. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. السؤال الاول، في صلاه الظهر في الركعه الثالثه والامام يصلي، وفي احد فكر ان هم اربع ركعات وكنا في الركعه الثالثه، فبعد ما جام يجيب الركعه الرابعه فقال له سبحان الله سبحان الله فجلس، وتذكرنا فقلنا سبحان الله طبعا ما جامش، وجرى التحيات وسلم، فقلنا له احنا كده صلينا ثلاث ركعات بالاجماع المصلين يعني، فكنا تكلمنا وحصل لغط، فنجيب الركعه الرابعه ولا نعيد الصلاه الثاني؟ حاضر. والسؤال الثاني، السؤال الثاني ان شاء الله، اتفضل. في عندنا في المسجد مكان للناس الكبار السن اللي هم قاعدين يعني، وفي فاصل عمود في النص، ففي دكة بتاخد حوالي أربعة أو خمسة، في دكة ثانية بتاخد برضه تقريبا نفس العدد. هل ده يبقى فاصل ولا لازم نكمله دكة دكة؟ يعني أو لو واحد صلى على دكة لوحده يبقى منفرد ولا الصلاة جائزة؟ حاضر. ماشي، في سؤال ثاني؟ عندك سؤال ثاني؟ في سؤال ثاني؟ هات السؤال لو عندك. ماشي، لا شكرا أستاذ. أمان الله يا أستاذ عبد العظيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله. تسألكم شيخي الكريم، ما السبيل إلى سلوك وتعديل سلوك الأبناء، وخاصة أن أسأل الله أن يهدي أبناء المسلمين وبنات المسلمين، لو الأم ترى على ابنتها أو على ابنها بعض السلوكيات السيئة أو الخاطئة ولا ينتصحون، يعني هل تأثم الأم وخاصة في غياب الأب؟ شيخي الكريم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حقيقة هذا مما عمت به البلوى، وهذا له يعني أصول، وما تشكو منه الأخت السائلة موجودة عند كثير من في بيوتنا وفي مجتمعنا الآن وفي غالب المجتمعات الإسلامية إلا من رحم الله، أن الأباء الآن لا يربون في الحقيقة، إنما الأب انصرف إلى تحصيل لقمة العيش، والأم انصرفت أيضا إلى عملها، وإن لم تعمل فهي بالساعات الطوال أمام التلفزيون، لم يكن أمام التلفزيون على التليفون. فمهمة الوالدين وهي التربية، الحقيقة هذه ليست موجودة. والتربية أستاذ أحمد ليست هي أن أنظر إليك عند وقوع الخطأ كل يوم وأهلل كيف فعلت هذا، لا أفعلن ولا أفعلن، لا، تربية معايشة لمواقف الحياة اليومية. فالأب لا يعايش والأم لا تعايش، فهذه التربية، فنحن افتقدنا هذه التربية اللي هو المعايشة المستمرة للأبناء. لكن أنا أنتظر حتى يقع في الخطأ أو تقع في الخطأ ثم أهدد وأقول ماذا أفعل؟ فالتقصير أولا من الأباء والأبناء. ثانيا أن المجتمع بيجذب في اتجاه، حتى لو كان يعني الأبوان يقومان بمهمتهما على الوجه الأكمل، فالمجتمع يجذب في اتجاه وهم يجذبان في اتجاه، وقوة المجتمع أكبر، سواء بقى في المدرسة، في الشارع، في النادي، في الأصدقاء، قوة المجتمع قوة جذب وحبل بتشد، فقوة المجتمع أشد من قوة جذب الوالدين، لأن المغريات الموجودة تأثير وتأثر عظيم. أيوة. المغريات الموجودة لا تستطيع أنت بأن هذا يجوز وهذا لا يجوز يقوم ينتهي. يعني حتى في البيت الآن، والأخت بتشكو أنه لو قاعد في البيت هو منفصل عنك تماما، لأنه هو مع عالمه الافتراضي اللي هو يدخل على النت، له أصدقاء، له أحلامه، له أحاديثه، كل هذا يخلق عالما افتراضيا يعيش فيه، يبقى يجلس معك لكنه لا يجلس معك، فهذا أدى إلى العزلة التامة ما بين البيت وما بين الأبناء، وهذا من مسالب أجهزة الاتصال الحديثة مع ما فيها من فائدة، لكن هذا من عيوبها، أنه يجلس معك ولا يجلس معك. هقول لحضرتك وأنا جاي، نعم، معذرة يعني في الإشارة، فعربية وراكب جنب الأب، راكب أربع بنات، فالإشارة واقفة جنبي،
فبص لقيت الاربعه كلهم ماسكين التليفونات فاتحين النت، الاربعه يعني مش واحده حتى تتكلم مع ابيها، لا كل واحده منشغله. ده شان الكثيرين. اه ده مثل بدور عليك اربعه يعني، مفيش في البيت مفيش نسبه مثلا واحده شذت في الشغل وفي كل مكان. اه مفيش واحده شذت من الاربعه يعني، النسبه 100%. تمام حضرتك. فهذا العالم الافتراضي وقود جذب المجتمع وقود جذب وسائل الاعلام. فالنهارده نحن والله يعني طب شيخنا الكريم، السلوكيات، البنت بتقول لمامتها خلاص انا حره، الولد بيقول انا حر، طب هل تأثم الأم وهي لا حول لها ولا قوة، مش عارفة تسيطر على البنت، تعمل إيه؟ ولكن بعد هذا الاتصال أبو حمزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. الحمد لله في نعم والله. سؤال لفضيلة الشيخ متولي بعد إذن حضرتك. تفضل. والله مولانا أنا هستأجر محل في نادي أو في مدينة ملاهي أو في الشارع. العرض افلام كرتون 3D للاطفال بعد ثالث، فهل ده في اسم او هل الارباح دي بتبقى فيها شبهه شرعيه؟ يعني مع العلم ان الافلام ان شاء الله ما فيهاش مخالفات شرعيه. ما انت بتسال ايه اللي فيها مخالفات؟ المشروع كمشروع نفسه. المشروع عشان ممكن يبقى في مكان، في ملهى، في حديقه، في ملهى بمعنى ملاهي في الشارع. يعني انا فاهم والله يا حبيبي. حاضر. أيوة. يعني ما مش هتكون افلام في ملهى ليلي يعني، مفهوم. مفهوم يعني مفهوم. ملاهي يعني. تمام. أيوة. حاضر. طيب. او نادي كروي، نادي اجتماعي، او في الشارع، او نادي محلات في الشارع. تمام. حكم المشروع ايه؟ حاضر يا فندم، في امان الله يا ابا حمزه. نعم شيخنا الكريم، مساله ان الاولاد الان يردون ربما باساءه ادب الا من رحم ربنا عز وجل على الأمهات وعلى الآباء بتطاول شديد، هل تأثم الأم في هذه الحال؟ لا، هي الأم لا تأثم، لأن احنا عندنا أصل نحن نعمل به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. لكن الحل طب نعمل إيه؟ يعني الأم لو ظلت على يعني ما تريده من البنت، والبنت ظلت على ما تريده هي، يبقى لن يلتقيان. صح. صح. يبقى لابد للأم وهي أحكم وأعقل أن تحاول أن تلتقي مع ابنتها في أفكارها وفي عالمها، وأن تحاول أن توجهها بأقل الأضرار. لكن إن ظلت على ما هي عليه، على مواقف ثابتة، والأخرى في وادي آخر، سيحدث هنا الانفصال التام، يبقى هي ستنفصل وستترك لأنه لم يحدث التقارب. لو تأكدت أن ابنتها أو أن ابنها يفعل أو يفعلان، يعني كل واحد على حدة طبعا، أمورا تغضب الله عز وجل، هل تتخذ قرارا حاسما مثلا بالمنع او عدم الخروج، او ولا خلاص انا نصحته خلاص، هل تقف عند حدود الكلمه والنصيحه؟ لا، اصله برضه احنا هنرجع انه المساله هنا عايزه فتوى لكل احد على حده. يعني في ابناء لما تستعمل معهم المنع فتاتي الثمار، وفي ابناء لما تستعمل معهم المنع يتركون لك الدنيا، يعني ممكن يسيب لك البيت ويمشي لما تقول له لا مفيش خروج، مفيش مش عارف ايه، بنت مش هتشتغلي، مش عارف ايه، فممكن تسيب لك الدنيا وتمشي. فالمساله هي عايزه انك انت الرفق، وما كان الرفق في شان الا زانه، ولا بد للاباء ان ينزلوا من الابراج العاجيه للزمن القديم. وطبعا انا انصح نفسي والمشاهدين والمشاهدات بمتابعه الدكتور ياسر نصر يومي الاثنين والخميس في السابعة مساء. حقيقة أنا لما أستمع للدكتور ياسر نصر يعني أكون في غاية السرور والانسجام، يعني أحسبه على خير ولا أزكي على الله، وهو متعلق بالمشاكل الأسرية والتربية والتنشئة والأبناء وكيف نتعامل مع أبنائنا وبناتنا. فدي نصيحة على قناة الندى يومي الاثنين والخميس في السابعة مساء بتوقيت القاهرة. أيضا سؤال متشابه، ابني جالس 24 ساعة على النت ولا يصلي حتى رغم النصيحة والمذاكرة هكذا، وهو قاعد سمعنا دلوقتي وشايفنا شيخنا الكريم، نصيحة له والدعاء له أيضا إن شاء الله تعالى، ولكن بعد أبي يوسف. أبو يوسف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ أحمد؟ أهلا ومرحبا يا أبا يوسف، تفضل. الله يخليك، الله يزيد فضلك، الله يبارك لك. أنا كنت اتصلت قبل كده بالشيخ، كان الشيخ متولي برضه، كان معي ولد مات عنده 3 سنوات، وقلت له نتقابل مع بعض الأرواح ساعة ما تموت، قال لي آه نعم تتقابلون، بس قال لي لا أعلم أنه تتقابلوا في البرزق الأعلى، وأنا ما أعرف ما هو البرزق الأعلى، عاوز أعرف الله يبارك لك البرزق الأعلى إيه هو، دنة
دنا عليا دنا وسطى، ايه بالظبط؟ حاضر، ربنا يرحمه ويصبره. الله يرحمك. الله يبارك. امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، نصيحه لابن امه الله والدعاء له شيخي. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا بننصح وبننصح سائر الشباب، أنا ما أعرفش سنه قد إيه، لكن أنا أقول له إنه نظم وقتك. إحنا مش هنمنعك إنك تدخل على النت، تدخل على النت، لكن نظم وقتك. يعني الإنسان الذكي يجعل عنده قدرة على تنظيم الوقت، يعني يجعل وقتا من كذا لكذا اللي تدخل على المواقع اللي أنت بتدخل عليها، سواء بقى رياضية أو ثقافية، مع طبعا تحريم الدخول على مواقع يعني ايه حرمها شرعنا، ووقت للمذاكرة ووقت للجلوس مع الأسرة، لكن لا تجعل كل وقتك من أجل مع النت فقط. أو هنا شوف، أنا بضرب مثال عملي على اللي كنت بتكلم فيه. لو أنا قلت يمنع منعا تاما من الدخول على النت، ويسحب منه الخط، ويسحب منه التليفون، أنا كده ما حلتش، يبقى أنا كده لم أحل شيئا. وإنما الحل لابد من التوسط، لابد من الطرح، لابد من إثارة الموضوع بين الأم وبين ابنها. أنت تفعل كذا، أنا لا أمنعك، لكن نريد أن نضع ضوابط، فنضع ضوابط من وقت كذا لكذا أدخل على ما تحبه، مع بالطبع عدم الدخول على ما حرمه الله سبحانه وتعالى ورسوله، ووقت المذاكرة ووقت الجلوس مع الأسرة، يبقى في تنظيم للوقت، لكن المنع التام لن يمتنع. تمام. يعني اخونا او يعني ابن الغالي قاعد سمعنا دلوقتي، بنقول له يعني الصلاه والمذاكره، وقبلهم سماع الام، يعني مع الصلاه طبعا، ويوازن بين الامور، حتى انه ما يبقاش قاعد 24 ساعه على النت. ودي على فكره شيخنا مش معاه بس، ده من عموم البلوى. نسال الله الهدايه لنا جميعا. كل ذي حق حقه. نعم، جزاك الله خيرا، واسال الله ان يحفظك بحفظه، وان يرضى عنا وعنك وعن كل المسلمين والمسلمات. ام محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. أهلا مرحبا يا أم محمد، تفضل. وسلامنا للشيخ. الله يسلمك. سلام، تفضل. شيخ دكتور متولي، أقول لحضرتك عندي ثلاث أسئلة سريعا كده. تفضل. دلوقتي جزء البنت لما يقبل حماته أو تقعد مثلا بشعرها أو نص كم، ده فيه حرمانية؟ حاضر. السؤال الثاني، والدي ساب لنا بيت 4 أدوار واحنا 4 بنات، وكان لي اختين وهو توفى، فانا دلوقتي رحنا لعماتي وكده بعد ما ماتوا واستسمحناهم، قالوا لا احنا مسامحين ومش عايزين اي حاجه، هل كده برضو هو يشيل حرمانيه عشان كان مسجله باسمنا في المحكمه؟ حاضر. السؤال الثالث بعد اذنك، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، انا ليا شقه في بيت والدي اديتها لابني، بس انا معايا 4 أولاد وبنت، هل كده انا شلت ذنب لان هو الكبير وكانت ظروف ما تسمحش يعني ان هو يجيب شقه؟ يعني اربع ابناء ذكور وبنت. 4 أبناء وبنت، الكبير خدها قعد فيها. نعم. فانا كده اشيل ذنب ان انا اديتها مثلا لواحد فيهم والباقي لا، بس عشان الظروف مش سامحه يعني ان هو يجيب شقه او احنا نجيب. حاضر، أفيدنا الله يبارك لك. الله يرضى عنا وعنك، يحفظهم لك، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد العظيم، في صلاة الظهر في الركعة الثالثة يبدو أن حصلت لخبطة عند بعض المصلين، وقال سبحان الله سبحان الله، وصلوا 3 ركعات بس. يعني هو قام الإمام يأتي بالرابعة وجلس، ظن أن هذا المأموم على وأنه في الخامسة. بعد الصلاة لغط حدث، فقالوا لا إحنا صلينا 3 مش صلينا 4، فهل يعيدون الصلاة مرة أخرى أم تلزمهم ركعة واحدة شيخي الكريم مع سجود السهو؟ ما عرفش بقى الفاصل الزمني كان مدته قد إيه مع هذا اللغط. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا بالنسبة للإمام في نفس هذه الحالة، في ذات هذه الحالة، ماذا يفعل الإمام لو أنه صبح له من واحد في الخلف؟ إن كان هو يعلم أنه يشك ويتردد، عنده تردد هل هو في الرابعة أو في الخامسة، واستمع إلى من يذكره، يبقى يعمل بما غلب على ظني. لكن إن كان هو على يقين من أنه في الثالثة وواحد فقط الذي فتح عليه، يبقى لا يستمع إليه. يبقى لكن في الحالة بتاعتنا دي، في هذه الحالة حدث حوار، والحوار يتعلق بالصلاة،
وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام أحد إحدى صلاتي الغداء ركعتين، صلاة العصر، صلاها ركعت في بعض الروايتين، صلاها ركعتين وقام وإلى جانب من المسجد حتى ذهب إليه ذو اليدين وقال: أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ قال: ليس هذا ولا ذاك. واستشهد الصحابة فقالوا: صلى ركعتين. فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام وسجد للسهو. وفي هذه الحالة يصلون ركعة واحدة طالما لم يطل الفصل أو كان الكلام في الصلاة يعني يتعلق به، هل نسينا لم ننسى؟ طب لو حد ركعة واحدة استعجل وخرج من المسجد هل وعلم بعد ذلك، هل تلزمه إعادة الصلاة؟ لو علم بعد ذلك أنه صلوا ثلاث ركعات يعيد الصلاة، يعيد الصلاة إن هو خرج مسرعا. نعم لكن هم ما زالوا على تلك الحال. أيوة. ركعة واحدة ويسجدون للسهو بعد جزاك الله خير دكتور متولي. في المسجد مكان مخصص كما هو الحال في كثير من المساجد لكبار السن، مقاعد يفصل في هذا المسجد بينهم عمود، ربما يصلي على دكة من الدكك ثلاثة أو أربع، وربما واحد يصلي على دكة على نفس الصف ولكن على دكة بمفرده، فهل يكون منفردا أم هو وصل الصف رغم أن العمود قد فصل بين الدكك؟ نعم شيخنا الكريم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الاصطفاف بين الأعمدة مكروه لكن ليس من الانفراد، وهو يجوز عند الحاجة وعند الضرورة، لكن في حديث أنه كنا ندفع عن الأعمدة دفعا يعني لا نصطف بين الأعمدة، فالعلماء قالوا أنه مكروه. لكن هو الكلام في الذين يجلسون على الكراسي، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء يا رب لجميع مرضانا ومرضى المسلمين. هذا لا يؤخر نفسه في آخر المسجد كما نرى في كثير من المساجد، إنما هذا يتقدم بمقعده إلى مكانه في الصف. أنا شاهدت مشكلة إضاءة أحد يعني مسؤولي المساجد ارجع بالكرسي ورا، لا ويمكن الأخ غضب هداه الله وخرج من المسجد وما صلاهش. لماذا؟ أنت عايز تأخرني، أنا عايز أصلي في الصف أيوة الأول. نعم وانزل من حقي. نعم. والكرسي ليس بقطع للصف، ما في واحد قاعد عليه. فمسألة أنه الذين يجلسون في آخر المسجد هذا ليس بصواب. طب المساجد بتحط الدكك وأحيانا بتكون دكك ثابتة ثابتة غير متحركة، نحل المشكلة دي إزاي؟ إن كان يستطيع أن يجلس على الأرض فيجلس على الأرض. إن كان لا يستطيع يأتي بمقعد يحمله معه ويجعله لخاصة نفسه ويقف في مكانه من الصف، والأفضل إن كان المقعد كبير يكون على الأطراف حتى يعني إيه لا يضايق من خلفه إذا لم يكن في ذلك مشقة عليه. لكن إنه مسألة إنه من يجلس تلاقي المسجد صف واحد وبعد في الآخر بعد مثلا 10-15 متر تلاقي من يجلسون على الكرسي أحيانا بيجلس واحد بمفرده، وده ينطبق عليه بقى لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم ده منفرد. جزاك الله خيرا دكتور متولي. أيضا أبو حمزة إن شاء الله سيستأجر محلا دكانا، هو وصف يعني يبدو أنه لسه ما استأجر شيء في مكان، في حديقة، في ملاهي أطفال، في شارع، في نادي أو ما شابه ذلك، ويكون عرض أفلام كرتون 3D، فما حكم هذا شيخي الكريم؟ وقال الأفلام إن شاء الله ما فيهاش حاجة، لكن هو بيسأل عن حكم تأجير المحل في مثل هذه الأماكن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طالما هو يعني يقول أنه الأفلام الكرتون ليس فيها مخالفات شرعية فهذا من المباح، فهو جائز أن يؤجر في نادي أو يؤجر في يعني ألعاب الأطفال، ملاهي الأطفال، والأرباح مباحة لا بأس فيها. طيب جزاك الله خير شيخنا الكريم. أبو يوسف لو يعني ابنه رحمة الله عليه توفي عن عمر 3 سنوات، ويسأل عن مسألة غيبية، مسألة الأرواح وتلاقي الأرواح في البرزخ الأعلى، هو يسأل عن ما معنى البرزخ الأعلى. نعم شيخنا الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلمة البرزخ الأعلى دي أنا لم أذكرها، أنا ما سمعتك تقول هذا فعلا. لكن هو الحيوات أقسام الحياة يعني تنقسم إلى 3 أقسام، حياة الدنيا والحياة البرزخية والحياة الآخرة، فهذه هي الأقسام 3. الإنسان في حياة الدنيا بعد الموت ينتقل إلى الحياة البرزخية، وهذه ما لم يأتنا نص عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا من علم الغيب الذي لا يعرفه أحد، إننا لم نرى أحدا في الحياة البرزخية، فما جاءنا وصح عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فنحن نؤمن به، وما لم يأتنا فنحن لا نعرفه، لأن هذه مسائل غيبية
ليست من علم المشاهدة وبالتالي أنا أعرفها. فنقول مسألة طلاق الأرواح بعد الموت تكلم بعض أهل العلم فيها وتكلم فيها ابن القيم في الروح، لكن الحقيقة أنه وجه انتقاد لهذا أنه لم ترد أحاديث صحيحة في مسألة أن الأرواح تلتقي بعد موتها. فنحن على الأقل نتوقف في هذا ونرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن مسألة الإلحاق فيعني الجنات نعم الإلحاق فيها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم فهذا الإلحاق هو يعني إن شاء الله يلحق به ابنه إن كان ابنه مات صغيرا، فهو لا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا ويجد ابنه يفتح له ويأخذ بيده ويدخل به الجنة بإذن الله رب العالمين. اللهم يرزقك الصبر ويرحم ابنك وأباءنا وأمهاتنا ويرحمنا ويلحقنا بهم على خير، آمين يا رب العالمين. أخت أم جهاد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. لو سمحت تفضل. لو سمحت عندي بس سؤال، لو دعم التأمين اللي يخصني، أنا متزوج، دعم التأمين بتاع لو عايزة أتفضل بيه لزيت والدي يعني بدون إذن الزوج يجوز ولا لا؟ التموين؟ التموين الزيت والسكر. عايزة تعملي فيه إيه بقى؟ أتفضل بيه لزيت والدي، عارفين يعني لزيت والدي يعني لبيت الوالد. ده التموين بتاعك انت الخاص بيكي ولا بتاع الزوج؟ لا، التموين الخاص بيا كفرض في التموين. طيب حاضر، ماشي يا شيخ، جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا دكتور متولي، بارك الله فيكم. أم محمد، ما حكم تقبيل زوج البنت لحماته، وهل لها أن تظهر بشعرها أو بملابس نصف كم أو ما شابه ذلك أمام زوج الابنة شيخ الكريم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفرق بين الحكم وبين الفتوى. بين الحكم فحماته صارت من محارمي على التأبيد، أمه أو في حكم الأم، في حكم الأم صارت من محارمي على التأبيد. لكن كفتوى فإنه ينظر إلى الطرفين، ينظر إلى زوج البنت وينظر إلى الحماة. فلو كانت الحماة ما زالت شابة فلا تجلس يعني إيه بهذه الصورة في ملابسها الرقيقة أمام زوج ابنتها من ناحية. الناحية الأخرى زوج الابن ده شكله إيه؟ هل هو متدين؟ هل هو غير متدين؟ هل هو فاسق؟ فينظر إلى حماته. فالمسألة ترجع إلى فتوى بين الأفراد. هو كحكم ما فيهاش حاجة، ما هي صارت محرمة عليه على الكلام ده ينطبق على الابن نفسه يعني. هب أن الابن والعياذ بالله ينظر إلى أمه نظرات محرمة، ساعتها تبقى الفتوى. نعم، بس نعم. نظرة الابن مختلفة عن نظرة زوج البنت، وإن كانت هنا محرمة على التأبيد، لكن فطرة الابن حتى وإن يعني نظر إلى أمه بملابس خفيفة، فطرة الابن تجاه أمه تختلف عن تجاه حماتي. فنحن بنسمع عن تأتي إلينا فتاوى صلى الله السلام، ربنا يحفظ بيوت المسلمين، نسأل الله. فنقول يعني ينظر إلى حالها وإلى حاله، ونقول الأفضل الفضيلة وألا تتخفف من ملابسها لا أمام أزواج البنات ولا أمام أبنائها. أما الشعر فإذا يعني إيه تظهر بشعرها بملابس ليست، لكن ملابس خفيفة لا تصف الجسد، لا، لأن يعني كما قلت يعني الأمر يعني من باب الحياة، دع ما يريبك إلى ما لا. أظن الكلام كده واضح، وينظر في حالها وفي حاله شيخ الكريم. نعم، جزاك الله خيرا كفتوى. أستاذ مجدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد. أهلا ومرحبا أخي مجدي، لحضرتك وسلامي للشيخ متولي البراجي. الله يسلمك ويسلمه، ربنا يحفظك، تفضل. السنة الشهور الهجرية كانت موجودة من قبل هجرة الرسول، موجودة من قبل هجرة الرسول بنفس المسميات الشهور رمضان ورجب وشعبان. طيب رأس السنة كانت سنة كام يعني الرسول عليه الصلاة والسلام اتولد 12 ربيع الأول، سنة كام هجرية؟ احنا بنقول السنة الميلادية، لكن هو يعني يعتبر سنة كام هجرية ولا ما كانش فيه
هو ممكن ان نسال متى بدا التقويم الهجري؟ لو بدا التقويم الهجري مع هجره الرسول عليه الصلاه والسلام. طب قبل كده في عهد من؟ في قبل الهجره. طيب حاضر. قبل ميلاد الرسول. لا ده سؤال انا هسأله للشيخ واستمع الى الاجابه. انا سمعتك يا استاذ مجدي وفهمتك كويس. شيخنا يجيبك ان شاء الله. في سؤال تاني؟ لا شكرا يا فندم. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم اجبنا. ايضا ام محمد لها سؤال اخر. بيت اربع ادوار وهم اربع بنات وعمتان، يعني ابوهم الله يرحمه توفي عن اربع بنات وعن اختين. وكان كتب البيت لهم في الشهر العقاري بيعا وشراء. هما او هن ذهبنا الى يعني العمات واستأذنوهما فقالوا احنا مسامحين خلاص الحمد لله رب العالمين وما فيش حاجة. هل يأثم الاب على كتابة البيت للاربع بنات؟ ولكن بعد هذا الاتصال شيخ الكريم. ام عمار السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اهلا ومرحبا يا ام عمار، تفضل. ممكن اسال شيخ سؤال؟ ايوه نعم. صلاه التسابيح، انا مثلا صلاه التسابيح الاربع ركعات، ففي الركعه وانا ساجده قلت نسيت العدد في التسابيح، فجيت افتكرت فنسيته زودت في التسابيح في الركعات الثانيه، فهل ده صح ولا غلط؟ ولقيت الشيخ يقول لي يعني يفسر لي صلاه التسابيح وضعها الصح. حاضر، حكم صلاة التسابيح والحالة اللي حضرتك ذكرتيها وكيفية صلاتها. حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، كتابة البيت للأربع بنات دون الأخوات أو العمات يعني. نعم، بقية الورثة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا من الحيل لمنع باقي الورثة من ميراثهم؟ فهو الآباء يلجؤون إلى ذلك، بيع، يلجؤون البيع الصوري حتى يحرموا الأعمام والعمات من الميراث، أو يحرموا الأجداد والجدات من الميراث، ولا شك أن هذا من المحرمات. فهو مسألة أنهم ذهبوا لباقي الورثة واستسمحوا ما فعل الأب، فهن يعني سامحنا، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له بإذن الله رب العالمين، يعني يكسرنا من الصدقات على الأب بإذن الله رب العالمين. الله يغفر له ويرحمه يا رب العالمين. أم جهاد، مسألة التموين، حظها في التموين، هل لها أن تتصدق بنصيبها لبيت أبيها شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك أن التموين ده يعني للأسرة التي عائلها الرجل يعني في هذا البيت، فينظر. هو طبعا عندنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام جوز للمرأة أن تنفق من طعام أهلها ولها نصف الأجر وللزوج نصف الأجر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نهى المرأة أن تنفق شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه. فالعلماء في الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الجواز قالوا أن الجمع يرجع إلى الأعراف، فإن كان من عرفهم عرفه أو في إذن عام أنه ما أردت أن يعني ترسلي إلى الوالدين فأرسلي، هي علمت منه ذلك فلا شيء عليه، أو أنه بدا عرفه أو استأذنته فأذن لها، فهي تعرف حال زوجها، لكن لا يجوز أن تنفق شيء. اللي هو باسمها هي، هو التموين بيبقى بالأفراد، هي فرد من أفراد التموين. لا يعني الذي يدفع ده مدعم بأيه، ما فيش فلوس بتدفع، مين بيدفع؟ الزوج. أحيانا ما بيدفعش ازاي؟ بخش خلاص بتدفع فلوس. أنا عارف أحيانا ما عنديش بطاقة تموين، بس أنا الحمد لله يعني، بس أسمع كده إن كل فرد له عدد جنيهات معينة بياخدها في صورة تموين أو بطاقة للخبز أو ما شابه ذلك. يعني لو ما كانوش بيدفعوا هو ده نصيبها في التموين. لو ده نصيبها تملكه ملكية خاصة بها بمالها فلها أن تتصرف فيه، لكن إن كان من مال زوجها فلتنظر إن كان يسمح بذلك وتعرف من حاله أنه ليس ببخيل ويسمح بذلك فلا شيء عليها، لكن إن كانت تعلم أنه يمنع فيجب عليها أن تستأذن. نعم جزاك الله خيرا. الأخ مجدي، الشهور الهجرية كانت موجودة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمسمياتها رمضان وهكذا. متى يعني رأس السنة بدأت رأس السنة الهجرية؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول ولد يوم الثاني عشر من ربيع. نعم،
فمتى بدأ التأريخ بالتقويم الهجري؟ هل بدأ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم بدأ على أحد خلفاء عهد خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في أيام خلافة عمر جاء إليه خطاب من بعض أمرائه مؤرخا بشهر ربيع أو شهر جماد، وخطاب آخر مؤرخ بشهر آخر. فقال عمر: أي ربيع وأي جماد؟ سنة كام يعني؟ سأمتى؟ متى؟ منذ متى هذا الخطاب؟ فجمع الصحابة وكانت هناك مشورة، فبعضهم قال نؤرخ بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال نؤرخ بنزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال نؤرخ بموت النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر قال بل نؤرخ بهجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الهجرة كانت هي الفتح للإسلام وإقامة الدولة الإسلامية. فاتفق الصحابة على التأريخ بالتاريخ الهجري في خلافة عمر رضي الله عنه. لكن متى كيف يبدأون السنة؟ الشهور كانت موجودة لكن ما فيش ده شهر واحد وشهر اثنين. هم العرب ما كانوش بيؤرخون، ما يقولوش في شهر رمضان او في شهر، كانوا يقولوا بالاحداث، بالأحداث الكبرى، عام الفيل بعد عام الفيل بعشر سنوات، نعم. بعد كذا بعام كانوا يؤرخون بهذا. عمر قال طيب نبدأ العام من اين نبدأه؟ فقال نبدأ بعد الانتهاء من منسك الحج. الحج بينتهي في ذي الحجة، يأتي من بعد ذي الحجة ايه؟ المحرم. فقال هذه نهاية أعمال السنة، يبقى نبدأ العام من المحرم. فبدأ العام بمحرم وانتهى بذي الحج. أما النبي عليه الصلاة والسلام متى ولد؟ فولد في عام الفيل، لكن هل كان في الثاني عشر من ربيع الأول؟ هناك خلاف واسع بين أهل العلم. ده ثابت في تاريخ الوفاة، ده ثابت في الوفاة، نعم. لكن في الميلاد هناك خلاف واسع بين أهل العلم في أنه كان في الثاني عشر من ربيع الأول. هذا رأي من الآراء، لكن ليس ثابتا وليس مؤكدا، لا ليس متفقا عليه، لكن هو رأي من الآراء أنه في الثاني عشر من ربيع الأول، لكن التحقيق أنه كان في الثاني عشر، الموت في الثاني عشر من ربيع الأول. لماذا بقى الآراء مختلفة؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام عندما ولد لم يكن أحد يؤرخ لميلاده، نعم. هتجد حتى كثير من العلماء يبقى متفقون على تاريخ وفاته، لكن قبل ذلك هو إنسان عادي محدش يعرفه، فلا أحد يؤرخ لتاريخ ميلاده. وكل كتب السير تقول في ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، في عام الفيل، واختلفوا، نعم. في الشهر، نعم، اختلفوا في الشهر. فيبقى متى ولد بقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ احسب بقى، نعم. يبقى بعد الهجرة بدأت، والنبي عليه الصلاة والسلام هاجر بعد مولده بثلاث وخمسين سنة عليه الصلاة والسلام، يبقى عاش أربعين عاما قبل الهجرة، وثلاث عشر سنة في اللغة الإسلام، يبقى احسب قبل الهجرة بإيه؟ بثلاث وخمسين سنة. جزاك الله الهجرة. خيرا وجزا الله خيرا أخانا الأستاذ مجدي، ذكرنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم وبهذه الوقفة الجميلة، نعم. جزاك الله خير شيخنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأخت أم عمار تسأل عن صلاة التسابيح، وأنا زدت في السؤال عن حكمها، نعم. حكم الصلاة ومدى صحة الحديث، وهي نسيت عدد التسبيح في سجدة من السجدات، فزادت في ركعات أخرى أو أخريات، وكيفية الصلاة شيخي الكريم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يمكن احنا في اول كلامنا عن شبهات المستشرقين ذكرنا انهم قالوا ان علماء الحديث لا ينظرون الى المتن. هذا من النقد الموجه لهذا الحديث، النقد الى المتن، نقد المتن، من النقد الموجه للحديث ده بعض النقد صلاة التسبيح انها موجه الى المتن، قالوا ان متنه فيه مبالغه، ده من ضمن من وجه. لكن على العموم حديث صلاة التسبيح فيه خلاف بين اهل العلم، من أهل العلم من ضعفه ومن أهل العلم من حسنه، وعلى هناك يعني الحافظ ابن حجر حسنه، الشيخ الألباني محسنه، هناك يعني إيه جماعات من أهل العلم حسنوا وجماعات من أهل العلم ضعفوا، ومنهم ممن ضعفه انتقد متنه حتى لو قال أصلا ينظرون إلى المتن، فقال المتن فيه يعني إيه فضل كبير على عمل إيه على عمل قليل، وهذا فضل الله لو صح الحديث يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. أما الكيف يبقى الخلاف فيه معتبر، أما الكيفية فقد بينها لنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العباس لما قال له يعني يصلي في العمر مرة، في السنة في العام مرة إن تستطع، ففي الجمعة مرة. الأول قال له صلي له في كل يوم مرة، إن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، إن لم تستطع ففي الشهر مرة، إن تستطع في العام مرة، إن تستطع في العمر مرة. وبين له الكيفية بقى، هو أن يصلي أربع ركعات، في كل ركعة يسبح خمسا وسبعين تسبيحة، مش تسبيح بس سبحان الله، يعني يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، دي مرة
دي كده مرة، يبقى يكرر دي في 75 مرة في الركعة الأولى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. نعم. دي مرة. نعم. يبقى يكرر أربعة، كأنه هيقول دي أربعة في 15 بستين، 60 واحدة مش كده؟ ولا عايزين مكنة حاسبة؟ هو ركع هيفتكر؟ هيفتكر. بص بقى حضرتك، ما هو يبدأ فيسبح 15 مرة، ثم بعد قراءة الفاتح ويركع 10، اللي هو بقى ويقوم من الركوع 10 وينزل للسجود 10، وهو يعني في السجدة الأولانية 10 وما بين السجدتين 10 وما بين جلسة الاستراحة 10، يبقى كده يبقى 75، يكرر ذلك أربع مرات. هي بقى أخطأت في الحساب أو في العدد، إن كان ذلك يعني شك، مجرد شك كده، يبقى لا تلتفت إليه. أما إن كانت متيقنة وأرادت أن تعوض، أرى أن تعوض عدد التسبيحات في الركعة الثانية. والله أعلم. يعني. دكتور متولي البراجيني، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. اللهم أمين يا رب العالمين، وأسأل عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.